يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعة. كل سنة حضراتكم طيبين وبخير. خلاص هنتفاجئ بشهر رمضان، هو إن شاء الله هيبقى 24 إبريل بإذن الله. طبعا الأيام بتجري بسرعة والواحد ما بيلحقش يعمل أي حاجة، وفي الآخر بيقول إيه ده الحياة بتجري بسرعة ورتمها سريع جدا. عشان كده بتقابلنا مشاكل كتيرة جدا في الحياة. النهاردة هنتكلم عن نقطة مهمة جدا، خصصنا الفقرة كده بالطب النفسي. هنتكلم عن حاجات مهمة جدا جدا خاصة بالزواج، وازاي تختار شريك حياتك قبل الارتباط قبل الزواج. بس هنتكلم من الناحية الطب النفسي شوية، هنتكلم عن المشاكل كمان اللي بتقابل اي حد عايز يرتبط. بيخاف من ان العلاقة تفشل في يوم من الايام، خصوصا بقينا نقابل مشاكل كتيرة جدا في حياتنا الزوجية، وبقينا حالة طلاق بقت برضو بكل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله. ففي فئة خايفة جدا من الموضوع ومش عارفة تتجه ازاي او تعمل ايه. كمان الطب النفسي بيعالج مشكلة مهمة جدا، وهي ان انت ازاي تختار شريك حياتك، وكمان ان انت ما تخافش من الارتباط. طبعا في الانسان دايما في صراع خارجي وداخلي. الصراع الخارجي دايما حياتك العادية، مشاكل في الشغل، مشاكل مع الأولاد، ضغوط الحياة كلها مع الأهل، مفيش فلوس. دي المشاكل الخارجية اللي الإنسان بيقابلها وأي إنسان ممكن يقابلها في الحياة. لكن المشاكل الداخلية، النفس اللي جواك، القلق، التوتر ما بين العقل وبين العاطفة أو قلبك، بيبقى في صراع دايما بين ناحيتين، أنت مش عارف تاخد قرار إزاي أو تفكر إزاي. طبعا قبل ما اي حد ياخد خطوة الارتباط او الـ تختار شريك حياتك كويس، في طبعا اسئلة لازم تحطها لنفسك كده في البداية. ايه الهدف من الجواز؟ انا ايه مواصفات شريك حياتي مثلا؟ في حاجات كتيرة جدا لازم تفكر فيها قبل ما تروح للخطوة دي، او تحاول ان انت ترتبط باي شخص، خطوبة او جواز او اي حاجة من دي. لازم تفكر كويس. للأسف احنا دلوقتي بقينا نخش كده في الارتباط من غير ما نفكر في اي حاجة خالص، وللأسف برضو بتقابلنا مشاكل كتيرة وبنقعد نقول مين الاساس في المشكلة، هل الزوج ام الزوجة، وفي الاخر اللي بيدفع الثمن هما الاولاد، وطبعا في الاخر برضو الاسرة بيحصل فيها تفكك، وده بيأثر على المجتمع وبيأثر على الحياة كلها بشكل عام. ففي البداية انت لازم تفكر كويس في شريك حياتك، ولازم تحط أسس معينة ومعايير معينة لاختيار شريك حياتك. وهنتكلم في الجانب النفسي كمان، يعني ده شيء مهم جدا. قد ايه طبعا بتكتشف فيما بعد ما يحصل زواج او ارتباط، بتكتشف ان الانسان اللي قدامك ده عنده مثلا حاجة نفسية. معظم برضو الناس ما بيكتشفوش الموضوع دوت غير بعد مرحلة كبيرة جدا من الجواز، وفي الآخر ما بنبقاش عارفين الحل غير الانفصال لا قدر الله. فطبعا لازم تفكر انا المعايير اللي انا عايزه اطلبها من شريك حياتي اللي تبقى موجوده فيه ايه هي. لازم نفكر بطريقه ايجابيه شويه. في الاخر بقى بتلاقي الطابع النفسي جوه الانسان هو اللي بيبان بعد فتره من الجواز. يعني مثلا بتلاقي زوج مسيء، يعني مسيء او بيحب يسيطر على الزوجه او بيمتلكها، او بتلاقي اسلوبه بطريقه غريبه معاها او الاهانه، ويخلي ان هي ما عندهاش شخصيه. طبعا كل ده بيضاف للست ان هي في الاخر مبقاش عندها شخصيه ولا واثقه من نفسها خالص. وبعدين لما تقابل اي حد او تشتغل او تحتك بالمجتمع، بتلاقي كده شخصيتها مهزوزه، يعني مش واثقه في نفسها. ده ناتج عن الزوج اللي هو اثر فيها جدا وكان بيعاملها معامله مش كويسه.
وطبعا احنا دلوقتي بقينا في تطور وتكنولوجيا والسوشيال ميديا، وكل يوم في تجديد وفي تطور في الحياة، وفي ناس كتيرة جدا بتعرف صداقة عن طريق السوشيال ميديا او بيتجوزوا عن طريق السوشيال ميديا، وبتلاقي برضو المخاطر اللي بتقابلهم لان هم ما تعرفوش بطريقة كافية عن بقية الاتجاهات في الزواج او الارتباط بشريك، لان مش بس ان انا ارتاح له او ان انا احبه او ان انا شايفاه شكله حلو، وبرضو الرجل مش بس ان هي شكلها حلو او بالمجمل كده انا هتجوزها عشان مثلا بتشتغل عشان فلوسها، لا، الحياة مش كده خالص. وفي الاخر بتلاقي فعلا مشاكل بتقابلنا كتيرة جدا، وكل واحد بيتحول بعد الجواز، وبتلاقي المشكلة بتقابلنا ومشاكل كتيرة وبنحلها فيما بعد، وفي ناس ما بتقدرش ان هي تقاوم وتحلها فبيضطروا الى الانفصال والطلاق. فطبعا تعالوا نعرف مع بعض النهاردة ازاي اختار شريك حياتي من الجانب النفسي. هنشوف في شخصيات في الحياة الزوجية سواء الزوج او الزوجة بيبانوا بعد فترة الزواج. تعالوا نعرف تفاصيل صغيرة كده مع دكتور وائل فؤاد، استشاري الطب النفسي، معانا على التليفون. صباح الخير يا دكتور وائل، واهلا بحضرتك. صباح الخير يا استاذة شيرين، واهلا بحضرتك. اهلا بيك يا دكتور وائل، وكل سنة وحضرتك طيب وبخير. وحضرتك بخير يا فندم. دكتور وائل، احنا النهاردة بنتكلم ان ازاي الشخص يختار شريك حياته من الجانب النفسي، من الناحية النفسية. للأسف بعد فترة زواج بنلاقي المشاكل بتقابلنا سواء من الزوج او الزوجة، وكل واحد بيقول لا ده هي الغلطانة، لا ده هو الغلطان. مفيش حد من الطرفين بيحاول ان هو يسامح او يعدل الموضوع. ففي البداية دكتور وائل عايزين نعرف مشاهدينا، هل في معايير او اسس الاختيار شريك الحياة؟ هو اكيد ان في معايير اساسية لاختيار شريك الحياة، ولكن بداية هو التوافق و زي ما بنقول القبول، يعني بمعنى ان الزوج او الخطيب والخطيبة يلقى قبولا نفسيا وقبولا جسديا مع الشخص الاخر، يعني هو او هي يكون في قبول من ناحيتين. ده الجزء الاولاني، اهم جزء الاول، اهم جزء اللي هو لازم اكون اقبله شكليا واقبله نفسيا. وزي ما احنا عارفين ان كل بني ادم فينا ليه طاقه روحيه، قد هذه تكون هذه الطاقه ايجابيه وقد تكون سلبيه، والطاقات يعني بيحصل في توافق وتالف او بيحصل في تنافر ما بين الشخصين. ده من الفيرست امبريشن او زي ما بيقولوا الانطباع الاول دائما يدوم. يدوم مظبوط. طب اتفضل يا دكتور. طيب يا دكتور وائل، احنا برضو بنتصدم. طب اتفضل. ده الاساسي اللي هو الاساس العلاقه في الاول، ثم بعد كده تاتي الاشياء الثانيه اللي جوه العلاقه، اللي هو لابد ان يكون في توافق نفسي. طيب التوافق النفسي ده بمعنى ايه؟ لابد ان يكون في صدق من العلاقه من الاول، والصدق مهم جدا، لان احنا المشكله الاساسيه في علاقات الناس ان في البدايه بيبقى في اقنعه زائفه بتلبس من كل طرف سواء الانثى او الذكر لارضاء الاخر، سواء قناع شكلي او قناع نفسي، بمعنى التجمل، ان يحط حاجات، يعني ممكن يكون مثلا صفه واحد يبدو كريما جدا وهو في الاصل بخيل، او يبدو صادق في مشاعره وبينما هو لا يحمل هذه المشاعر. يعني خلينا نبقى صادقين، لان العلاقه بالزواج علاقه ممتده وعلى مدار سنين، وهتبقى هتكون اسره، والاسره دي هتكون اجيال فيما بعد. فلو ما كانش فيه صدق من الاول، الموضوع كده كده بيبان فيما بعد وبيتكشف طبعا. طب يا دكتور وائل، طبعا فيما بعد طبعا اقنعة بتقع كل حاجة، وفعلا بتقابلنا مشاكل كتيرة جدا. طيب يعني انا اكتشف ازاي الموضوع ده يا دكتور وائل؟ يعني انا عايزة مثلا اعرف ان جوزي ده او قبل ما ارتبط بيه عايزة اعرف شخصيته النفسية عاملة ازاي. هل في حاجات بتبان على الشخص قبل الارتباط معينة؟ والله بيبان، يعني هو مع، يعني انا بنصح دائما ان يكون في فترة خطوبة جيدة، مش هنقول طويلة ولا قصيرة، بس تكون جيدة لكافية لمعرفة، لأن حتى الأقنعة بتبان في التصرفات
الصغيره. يعني احنا عندنا في الطب النفسي بنقول ان زلات اللسان والهنات اللي الواحد بيعملها هي دي اللي بتعبر عن مكنون اللا شعور عنده. فبالتالي اللي هيبين ان هو كريم هيظهر برضو في مواقف معينه ان يبتدي، فتبتدي تحط الصوره زي البازل بالضبط، الزوج او الزوجه يحط الصوره زي البازل ويقول اه والله انا ده الشخص اللي انا بالنسبه لي كنت بتمناه، او لا ده الشخص البعيد عني من الناحيه النفسيه. يبقى لكن بالناحيه مقاييس نفسيه في اكتر من مقياس نفسي، لكن من وجهه نظري انا كطبيب ان في النهايه حتى المقاييس النفسيه ممكن تخدع او تخدع، يعني ممكن تخلي الشخص نقول اه ده اوكي ده متوافقين نفسيا مع بعض، ولكن في النهايه برضه هيظل في جزء القناع اللي هو لابسه وقت تطبيق المقياس. طيب يا دكتور، عايزين صدق. اه طيب يعني انا باكد ان الاساس في هذه العلاقه الصدق. هو الصدق، بعد كده الاشياء الثانيه كلها تفاصيل. طبعا والصدق بيوفر مراحل كتيره جدا وبيقرب المسافه، عشان اذا طرف مش عاجبه فبينسحب بهدوء. طيب يا دكتور وائل، في شخصيات زي مثلا شخص يعني مسيء او بيحب يسيطر على الزوج او الست بتحب تسيطر على او الزوجه يعني او العكس، الشخصيه المسيئه دي او اللي بتحب تمتلك الزوج او الزوجه بالعكس، فاحنا مش هنتكلم عن طرف واحد، لازم نحط الزوج والزوجة طبعا. الشخص المسيء ده يا دكتور وائل التعامل معاه ازاي؟ يعني انا اكتشفته وفي الاول انا عايز اكتشفه الاول قبل ما اخش في الارتباط. هو عموما احنا في عندنا حاجة اسمها انماط الشخصية. اه. فمن الانماط الشخصية مثلا الانماط الشخصية النرجسية، الشخصية اللي ما بيهمهاش غير نفسها. أيوة. وتحب تمتلك الاخرين. وتحب دايما يبقى في محيط حواليها هي اللي بتدخل الناس فيه، ثم تمتص طاقته ثم تلفظه بعد فترة. فيعني انا بنصح ان في النهاية لابد ان نتعامل بحذر مع بعض الشخصيات وبعض انماط الشخصية، علشان او بقبول. يعني انا قدامي حاجة من اتنين، انا لسه في بداية العلاقة ولسه ما وافقتش، اشوف بقى والله انا هقبل العلاقة دي وانا مش هقبلها من وجهة نظر هل هو الشخص ده مسيطر. قد يكون الشخص مسيطر والشخص الاخر اللي هو الزوج او الزوجة ممكن يكون اصلا بيحب ده، بيحب السيطرة. يعني في سيدات وفي رجال برضو بيحب ان تكون الشخص الاخر شريك مسيطر عليه، فبالتالي دول اشخاص بتتوافق مع بعض وبالتالي ربنا يوفقهم ان شاء الله بزواجهم، وقد يكون زواج ناجح جدا جدا ويعيشوا يعني زيجه ناجحه جدا مستقره وما فيهاش اي مشاكل. هي المشكله ان لما تبقى الانماط الشخصيه متضاده الى درجه كبيره، فبالتالي هيبقوا اثنين مثلا شخصيتهم فيها سيطره، فبالتالي كل واحد فيهم هيفرض سيطره على الاخر، فهتظل كانها سجال ما بين الايه الزوج والزوجه. وده اعتقد ان بينتهي غالبا بالانفصال. ومش بس كده كمان يا دكتور وائل، ده بتلاقي الشخص المسيء ده ان هو بيلغي شخصيتها، بيحاول ان هو رايحة فين جاية منين بتعملي ايه، مسيطر على كل الامور اللي خاصة مثلا بالزوجة، فبالتالي بيلغي شخصيتها، ما بيعمل في توتر وقلق، والتوتر والقلق ده بينعكس فيما بعد في الحياة الاجتماعية، في الحياة بشكل عام. وكمان ده يعني هي بتعرفش تنسب ده لمين، يعني هل هو اللي عامل التوتر والقلق ده، هل انا خلاص ما بقتش واثقه في نفسي مش عارفه اعمل ايه، فبتقابل مشاكل كتيره جدا، وفي الاخر الحياه الزوجيه ما بتستمرش. طب في يعني علامات كده الزوجه ممكن تكتشفها بدري؟ وطيب لو اكتشفت كده هل في علاج مثلا للشخص المسيء او المسيطر ده؟ ما هو العلاج لاما ان احنا نتقبل او لا نتقبل. يعني خلينا نتفق، انا تقبلت الشخص ده يبقى انا احاول بقى اعالج الامور بشكل سلس. ممكن على فكره بعض الشخصيات المسيطره ممكن تبقى لما يكون في ذكاء من المراه او من الرجل في التعامل معاه تبدو هي مسيطره، ولكن في الحقيقه الواقع ان لا التاني هو اللي مسيطر. خلينا نتفق على ان في لابد ان يكون في تفاهم وقدر من القبول والتوافق
الثقافي والاجتماعي المادي برضو ليه دخل شويه، والعقل. وفي اوقات البنات بقى تيجي تسالها مواصفات شريك حياتك ايه، اول حاجه تقول الحب. ما هو الحب اول ما يدخل لوحده كده الحياه مش بتكتمل، الحياه مش عاطفيه بس، او ان انا امشي في طريق الحب بس، في الاخر بتلاقي مشاكل كتيره جدا زي ما حضرتك قلت يا دكتور وائل. لازم ثقافه، ولازم يكون في توافق في الفكر وفي الاراء وفي كل حاجه. طيب بتلاقي برضو يا دكتور وائل زوج ممكن ان هو بيتعامل مع مراته باسلوب مش كويس، ان هو بيديهاش الثقه بنفسها، وبعد كده بيدي لنفسه الحق ويمد ايده عليها ويهينها ويتعامل معاها باسلوب غير لائق خالص. ده بيأثر طبعا على الحياة الزوجية كلها، والزوجة بتبقاش موافقة على الطريقة والأسلوب ده. نعالج ده ازاي؟ هو في بعض الشخصيات برضه اللي بنقول عليها الشخصية السلبية، أو الشخصية اللي بتتلذذ بتعذيب الآخرين. وفي الشخصية الاضطهادية اللي هي الشخصية اللي شايفة إن كل الدنيا حواليها وكل الناس اللي المحيطين بها قد يكونوا خونه وعندهم مشاكل، يعني نظريه المؤامره هي اللي بتسيطر على علاقاتهم. فدول انماط من الشخصيه بيبقى من الصعب التعامل معاهم والدخول معاهم في شخص في علاقه طويله الامد، وبيبقى محتاج صبر وحنكه في التعامل، واما قبول التعامل بهذا الشكل او عدم قبوله. الشخصية اللي قلنا عليها الشخصية السادية اللي بتتلذذ بتعذيب الآخرين أو بتمد إيديها أو كده، ده محتاج يعني لابد أن يكون في كاونسلنج بقى هنا، في لابد أن يكون في نوع من أنواع الاستشارات الزوجية أو نوع من أنواع العلاج الزواجي أو العلاج الأسري، بحيث إن احنا نفهم الاثنين الشخصيتين إيه الموضوع ونبتدي نتكلم معاهم، وهل هو عنده استعداد للتغيير ولا ما عندوش استعداد للتغيير. في بعض الشخصيات بتبقى ريجيد قوي وما بتبقاش قابلة للتغيير، وفي بعض الشخصيات لما بيحصل لها استبصار بحالتها تبتدي تبقى مرنة للتغيير. فإحنا هنا لابد أن نغير من الشخص قبل ما ندخل في علاقة طويلة الأمد أو علاقة زواج. بس هو يقتنع يا دكتور وائل، والجانب النفسي هنا بحس ان هو بيبقى مسيطر اكتر على الزوج، يعني بحس ان هو ممكن يكون معرفش هل جينات وراثية الإهانة والضرب والحاجات دي بنكتشفها ازاي يا دكتور وائل قبل الارتباط؟ والله بتبدو من زي ما قلت لحضرتك، احنا في مشكلتنا الأساسية اللي بأكد عليها ان احنا القناع اللي بنلبسه بالظهور بمظهر الطيب اللطيف الكيوت اللي مع الملاك اللي جاي من السماء او الفارس اللي نازل راكب حصان ابيض، بينما في واقع الامر لا. ولذلك فترة الخطوبة كل ما كانت يعني اطول الى حد ما، يعني نقول مقبولة، بتبتدي تظهر علامات صغيرة من نوبات الغضب المفاجأة، نوبات الثورة المفاجأة، العنف في التعامل أحيانا، ثم بعد كده يرجع يتأسف ومعلش أنا آسف والكلام ده. وبرضو أحيانا بعض الشخصيات لما يكون الموضوع شوية مسيطر عليه جدا، ممكن حتى أثناء الخطوبة بيبقى فيه مد إيد وبيبقى فيه مشاكل أيوة. واسلوب وطريقه مش صح. طب من هنا بقى الشخص يبقى عنده ذكاء ووعي ويفهم ان اللي مش هيتعدل بعد الجواز. ايوه يعني انا مش عايز اقول كده عشان الناس ما تقولش ان انت بتنقر من لكن خلينا بنقول برضو ان في انماط شخصيه قد تتقبل ده، يعني الشخصيه السادية قد يقابلها شخصيه مازوخيه بتتلذذ بالتعذيب. يعني انا ممكن اكون انا بعذب والشخصية وزوجتي بتتلذذ بتعذيبي، مش لازم التعذيب يكون اللي هو من ناحية السادية الجنسية، ولكن قد يكون السادية النفسية، بمعنى ان انا بضايقها وهي ايه بتضايق. في ناس تقول لك كده، يعني في بنات تقول لك انا بحب الراجل اللي بيغير عليا قوي، الراجل اللي يسيطر عليا، الراجل اللي يعمل كده. اوكي انت تقبلي ده، يبقى انت ان شاء الله ربنا هيوفقك في علاقة هتبقى كويسة مع شخص من النمط التاني. يعني حضرتك تقصد يمكن في توافق مع شخص اخر يعني. ايوه بس المشاكل يا دكتور ما تقبلش ده، يعني ما تستحملش الكلام ده خالص. طيب في نقطه بقى نيجي ليها، الخوف من الارتباط،
بسبب المشاكل، بسبب عدم المسؤولية، ان انا مش هقدر اكون شجاع واقدر ان انا اقف على رجلي واعمل اسرة وفي اولاد وحياة كاملة. في ناس كتيرة جدا بتخاف من الارتباط دكتور وائل، طيب ده دلالة على ايه؟ هل عشان احنا بقينا في مجتمع دلوقتي بقى المشاكل بتاعته كتيرة جدا، وبقى سهل الطلاق وسهل الخلع بطريقة سهلة، وطبعا السوشيال ميديا والحاجات دي جدا بتأثر طبعا على الحالة على الحالات كتيرة جدا في الزواج. هو عدم الاستقرار النفسي في هذه اللحظة بيبقى بسبب أولا التنشئة، يعني بداية بيبقى التنشئة والمحيطين به. يعني احنا خلينا نتفق ان كل انسان هو عبارة عن نتيجة لثقافة مجتمع وكلشر موجودة حواليه، يعني مجتمع موجود حواليه، الدولة، ثم أسرة، ثم أصدقاء وناس قريبين منه. فهو لما بيشوف الحالات المتعددة من الفشل الزواجي يبتدي هو يقلق ويخاف ويقول طب ما أنا هيحصل عندي نفس الدروب ده في حياتي وهدخل في علاقة وفي النهاية العلاقة دي ممكن تفشل، فيبتدي يخاف. التنشئة برضه لما يكون طالع من أسرة مستقرة وشايف إن مؤسسة الزواج عند والده ووالدته قوية ومتماسكة، غير لما يكون طالع من أسرة فيها انفصال ما بين الأبوين أو فيها مشاكل أسرية ما بين الأبوين. في الحالتين دول طبعا ده بيؤدي إلى أن يخاف الشخص من الارتباط طبعا. من الارتباط بس في شخصيات تانية برضو يا دكتور وائل تقول لا انا مش قد المسؤولية، انا خاف برضو ان انا اخش في تجربة زي دي وخايف من الفشل. بس في كمان ان هم بيخافوا، يعني انا مش شجاع، يعني انا ما اقدرش اعدي المرحلة دي، مع ان الزواج يعني هو الحياة، الاستقرار والامن وحياة جميلة، بس اللي يفهمها صح ويمشي على رولز معينة ويحس ان في بينهم وبين بعض توافق وتسامح وان هم يسمعوا بعض. طيب من هنا يا دكتور وائل يعني تنصح بايه مثلا اللي لسه بقى داخلين في الارتباط، ان هم من الجانب النفسي ان هم يبدأوا ازاي، او تنصحهم حضرتك بايه؟ انا انصحهم زي ما قلت في بداية كلامي الصراحة، بلاش نلبس أقنعة، لأن القناع في النهاية هينتهي وأنت اللي خسران. والصدق يعني خليها تتقبلك أو خليه يتقبلك زي ما أنت. كل ما تقبلتك على عيبك خلاص أنا عارف المشاكل بتاعتك، فأنا بالتالي هتعامل مع هذه المشاكل. مظبوط. طب ونصيحة بقى برضو البنوتة عايزة تبتدي برضو في ارتباط أو تختار شريك حياتها إزاي؟ أول حاجة لابد أن يكون في توافق نفسي، في توافق عقلي ومادي واجتماعي إلى حد ما، ما نقولش نبقوا زي بعض، ولكن على الأقل يكونوا في نوع من أنواع التوافق أو القريبين من بعض، يعني درجات تكون قريبة من بعض. ده بيسهل كتير جدا في العلاقة، لأن خلينا متفق إن هي علاقة طويلة الأمد. ما يغركيش المظاهر وما يغركيش المنظر والشكل، لأن في النهاية كل ده شيء هينتهي لما يحصل حياة زوجية كاملة وتستمر ما بينكم وما بين بعض. خدي الصادق اللي يقدر يقول لك أو اللي يقدر يتعامل مع الموضوع بصدق، الصادق الموضوعي اللي عنده موضوعية فيه. أهم حاجة يا دكتور وائل طبعا الصدق في كل حاجة، مش في الحياة الزوجية بس كمان، بس طبعا علشان فيما بعد ما نقابلش بقى المشاكل اللي بتقابلنا وفي الآخر بيحصل انفصال، ودلوقتي بقى في حالات كتيرة جدا جدا. بشكرك جدا دكتور وائل فؤاد استشاري الطب النفسي، وإن شاء الله يكون لينا لقاء تاني ونتكلم في مواضيع أكبر إن شاء الله. بشكرك دكتور وائل على المعلومات حضرتك القيمة والجميلة. مشاهدينا طبعا هو الموضوع كبير، والعامل النفسي طبعا ليه أساس في الموضوع، ولازم نفكر فيه كويس، ولازم ان احنا حتى لو انا حاسة بان عندي قلق او توتر او عندي مشكلة في حياتي الزوجية احاول ان انا فعلا اتبعها بشكل كويس، وان انا اتكلم فيها واحاول احلها كمان، لان الحياة الزوجية طبعا هي الامن وهي الاستقرار وهي الحياة
في كل شيء، وفي الاخر ده بينعكس على المجتمع وبيعكس على كل حاجه حوالينا وانتاجنا وشغلنا. طبعا بنشكر الدكتور على الهاتف الدكتور وائل فؤاد استشاري الطب النفسي، وبشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، وان شاء الله يكون لنا لقاءات تانية باذن الله. اشوفكم في موضوعات جديده وحلقات مختلفه، وصباح الصحه والجمال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس اهي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس اهي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس اهي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير.